صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت الظهر في هذا اليوم وفي الركعة الثانية قام الإمام من السجدة الثانية ولم أسمع، فقمت مباشرة إلى الركعة الثالثة من دون أن أجلس إلى التشهد الأول لأنني لم أسمع الإمام، وبعد أن سلم الإمام سجدت سجود السهو، فهل فعلي صحيح؟ يسقط عنك سجود السهو، يسقط عنك التشهد الأول لأنه يتحمله الإمام عنك، فسجودك للسهو غلط. نعم.